أني مواليد 99، فمن جيت عندي أخ حماتين وأمي من فصلة وقاعدين مجتمل ويا جدي. حياتنا يعني عادية، أمي تشتغل بس أمي تفرق، يعني من البداية مهتمة بأخوي أكثر مني. هي ما تسمى تفرقة باي، هي الأم أم، مستحيل أنه تفرق بين أبنائها نهائياً، بس تبني أنه أكو نظرة أنه مثلاً ابنها بعض الأحيان أو الأكثر أنه الولد يسمع كلامه مثل البنية، أو يكون متساهل مو مثل البنية في بعض الحالات. فتشوفين الأم دائماً تنشد له، مو مثلاً هاي الحالة اللي عندنا واللي سمعناها أنه الأم منحازة الابن اللي كون أنه هي ما عندها سند، زوجها متوفي أو منفصلة أو كذا أو كذا. لا، هي الأم دائماً عندها الولد فتشي مو أنه بالتفرقة، لا لا، ما عندها، ما أعتقد أي أم عندها هاي القدرة أنه تفرق بين أبنائها. بس الولد إلى ميزة خاصة تحس أنه قريب إلها، مع العلم هي البنية دائماً ويا أمها، إحنا هذا نعرفه، دائماً وياها ببيتها تسمع كلامها الطيحة. الولد بي مجال إنه مرات يجادل هذه، بس مو معناها إنه هو مو خوش، مو معناها إنه الأم اللي تكون ويا ابنها إنه هي تركت بنتها، لا، ماكو هذا الموضوع. أبويا أنا ما أشوفه قليل، يعني من يجينا هو أقارب أمي، فمن الصير عندهم مناسبة عندهم هاي يجي عادي تسلم عليه لنشي. ما كنت أعرف إنه يعني يعطيها مصرف، ما أعرف هاي الأشياء، يعني ما واعية عليها. بس أمه تشتغل، يعني كانت تشتغل بمعمل وشوية شوية بعدين غيرت شغلها وهاي على مودنا. بس أنا أحسها هي تفرق بيني وبين أخوي، هو يعني مدلل، شنو يريد يطلع بالشارع يلعب. صح أنا بنية وهذا الشيء مو زين علي، بس أحس بالتفرقة بيناتها، بالحب، بهاي الأشياء. إحنا هاي الشغلة تعاني بها أغلبية البيوت، كل العوائل. هسه من مثلاً تقولين يا صديقتك والله أنا أمي تفضل أخويا علي، هذه وين ما تروحين بأي بيت، فهذه مو ما أحسها مشكلة، هاي حالة عادية طبيعية. ليش؟ بس تبقى الأم هي اللي تفهم هاي الحالة. أكو أمهات ينشغلن مثلاً بعملهن، ترى مو بس الموظفة، أنا ما أتكلم بس على الموظفة، إحنا دائماً هواية يقولون الموظفة، لا لا، حتى ربة البيت عندها أخطاء جسيمة، حتى ربة البيت، يعني لأن باستخدام الإنترنت قامت حتى الأم ربة البيت تنسحب عن أولادها شوية. فأنا من أتكلم بالعموم، كل الأمهات المفروض ينتبهون على أبنائهم بهاي الحالة. يعني تقول لك أنا ليش أخوي هيك وأنا لا، لازم أنا مثل أخوي. بعد هي تبقى الأم هي اللي تزرع الحب بين أولادها، وتزرع الود بيناتهم، لأنه تزرع العاطفة أيضا. تقول لك أنا لا، مثل ما أنطل هذا. مثل النبي عليه الصلاة والسلام عليه يقول إذا تبوس هذا الطفل لازم تبوس هذا الآخر، حتى لا تصير حزازيات بين الأولاد وتصير مشاكل ونزعات. حتى تعرفين أنت المحاكم اليوم متروسة، أنه أخ يقتل أخوه على مد قاع، على مد متر، على مد فلوس. ليش؟ سببه شنو؟ سببه العاطفة. يقول لك أنا ما عندي، يعني شون ما عنده ذيك، يعني يصير كره حقد، أنا لا، شون أخويا هذا أكثر من عندي، وهذا الشيء ما يصير. يعني حتى يعني رب العالمين يقول لك أنه كتاب العزيز أنه مثل ما أنت تحب نفسك حب الأخيك، مو صحيح؟ كلتنا إحنا أمهات وعندنا أولاد، سواء بنات أو ولد. فالفقرة أو النقطة المهمة من تكون أكو فد مشكلة، فدائما شوفين أكو فد تصير شغلات مشكلة بين الأولاد على فد موضوع، ما تجي الأم ما يصير أنه تنحاز الولد أو تنحاز البنية، من هذا الباب حصير التفرقة بنظرهم. تفرقة الأم ما عندها تفرقة، يمكن هي من مثلا عالت على الولد أنه هو غلطان، فهو حس شنو أنه أنت فرقتي، ليش أنا غلطان وهي مو غلطانة، أو انحازت على البنية، فالولد يفكر أنه البنية تفكر أنه انحازت للولد مو إلها، أو بالعكس يعني وهي غلط، هذا تفكيرهم هم. فأني ليش أوصلهم لهذا التفكير؟ ليش أوصل بنتي أو ابني أنه أنا دا أفرق؟ لكن من يصير غلط بالموضوع أعم بالجميع، من أبدي أعاقب الجميع.
غلط صح أعاقب الجميع حتى ما أفرق، لأن هم من أكون ويا هو أنت هسه تقولي ليش أتعاقب الجميع مع العلم هاي مو غلطانة. أنا من باب ما أريد أحسسهم أكو تفرقة، هم بنظرهم التفرقة مو بنظري أنا، نظرهم هم. فشوفيني من أعاقب أعاقب الجميع، من أطلب شيء أطلب من الجميع، من أقول أنا أريد هذا الشيء يصير مع العلم أنه مثلا الولد ما يخص هذا الأمر، لكن أنا أخص الجميع بخير شر أخص الجميع، لكن بنفس الوقت أحسس الغلطان أنه أنت غلطان، بس أنا ما أريد أسوي مشكلة، ما أريد أبين لأختك أو أبين للبنية أنه أخوش غلطان، حتى لا واحد يقول أنه أنا الصح وأنت الغلط، فتصير التفرقة بيناتكم. وهذا أثر على نفسي، يعني أثر علي أنه أنا دائما أكره أخوي بسبب أمي. دخلت يعني متوسطة زينة بالمدرسة، بس من صارت الثالث متوسط كلش يعني تغيرت، أنا تغيرت شخصيتي، صرت دائما عصبية دائما أتعارك. هذا أثر علي بدراستي، تعارك ويا أخوي لأن أمي مثلا ما موجودة بالبيت أو منتجي، فتشوفنا تطلع بسبب بي وهو ما مسوي أي شيء. ظليت هسه بالثالث متوسط سنة وسنتين وثلاثة، قلت لها أنا بعد أريد أبطل. هي كيفنا بهاي الأشياء، ما مهتمة، ماكو يعني حتى مدرسين ماكو، أنا أشوف الوياية مثلا بخلينا أكو عتن دروس صعبة وهاي، من أقول لها هيك شيء تقول لي لا ما تحتاجي، ونجحت وما نجحت أنت ما صرت تتزوجي. أصلا ما أيد هذا الأمر طبعا أكيد، وهذا الأمر يعود إلي ويعود إليش ويعود كل على كل الأمهات اللي تحب بيتها يكون ناجح. بيتها يكون ناجح مو بس إنه طبق وترتيب وأنا رايحة وظيفة وراجعة والناس تعرفني، أبنائي أهم، فمن أركز على أبنائي. مو معناها إنه أنا بنتي فشلت بسنة أو سنة اللغة لو تظل 20 سنة. يمكن إحنا قبل شوية تكلمنا عن هذا الموضوع قبل دخولنا للاستديو، أنا وحضرتش بهذا الموضوع مع الدراسة، فبالعكس أنا أضغط على بنتي بس مو بالشكل القوي. تدرين هاي الحالات هسه خاصة السادس علمي، يعني هي مرحلة الإعدادية السادس، صارت عباك مرحلة حياة أو موت بالنسبة للطلاب أو بالنسبة للأهالي، وهذا الخطأ يعود للأهالي، يعود إن إحنا، لأن سمعتي أكو حالات انتحار، سمعتي حالات أكو طالب ممكن صف سادس، لا بالابتدائية قبل فترة شفته بالمواقع ناشرينه طالع نتيجة راسب هارب من البيت خاف يجي للمدرسة ابتدائي. هذا السبب شنو السبب؟ لأن رسب وعرف نفسه راسب، لو لأن عرف إنه أكو من حيعاقبه وهو طفل، فكود إنه هو بالسادس علمي. فأني أتعجب على هذا الأمر، صار هاي صار سنوات إحنا على هذا الأمر، الصف السادس صار حياة أو موت مع العلم. لكن يبقى دور الأم، يعني هو الأب دور مهم بالأسرة، لكن الأم لا، دورها واحد إنه رسبت أنا خلي بنتي أوكي أجي أشوف شنو الأسباب اللي خلاها ترسب، اهتمامها بالموبايل، اهتمامها بالعلاقات الخارجية، أو هي أصلاً ما حابة الدراسة. من توصل للسبب الأساسي تقدر تعبرها لبنية، تقدر تحتويها. إحنا مو معناها رسبت وقفناها، بالعكس يعني يمكن سبب رسوبها أدها في الشغلات بداخلها أو الصحبة المو تمام هي اللي خلتها. هذا إذا أنا ساعدتها ووافقت أنه أوكي على راحتك كملتي ما كملتي بلاش، هذا حسوا شغلات أكثر، بس أمها ما تدري. هي شهادتها راح تكون قوة وسند إلها، المرة بدون شهادة مع احتراماتي إلها ما راح تكون تقدر تتعايش، راح تكون مستوى أقل من المطلوب. فبينما هي شهادتها سلاحها وتكون يعني متمكنة ولها شخصيتها، بينما هسه انت تجيك وحده تقولي انا ثالث متوسط، بينما تجيك وحده تقولي انا مهندسه، انت ابسط شيء راح تقولين وين ثالث متوسط وين المهندسه. حتى بالقبولات بالدوائر كموظفه او غيره وغيره، ف يعني شهاده كلش مهمه للمراه، يعني لازم انه
تقرا وتدرس وحتى توصل لمرحله ما يخالف فشلت مره مرتين ثلاثه، الحياه الظروف صعبه ما يخالف اني اجاهد في سبيل اخذ الشهاده، هاي قوه الي سند يعني من بعد رب العالمين اكيد وبعد الاهل هي شهاده سند. أنا ما أريدت هذا الشيء، أنا ما مفكرة أنه أريد أتزوج، أنا مفكرة أنه أشتغل. من قعدت طبعاً ارتاحيت أول شيء، بس أنا ما مرتاحة لأنه أخوي بالبيت وهو هو مدرسته هو زين حتى بمدرسته أحسن مني، وبعدين يعني طلع معدل راح يعني يدخل الكلية معدل زين. المهم هاي الفترة أنا ارتاحت شوية، بعدين ردت أحكي وياها، حكيت أول شيء ويا خالتي قريبة علي، قلت لها أريد أني أشتغل وأشوف لي شغلة، شوفي لي أي شغلة. ما قبلت. نفس الشهادة همينة هي قوة، تقول لك أنا أصرف على نفسي بدون ما أقول تعالوا انطوني، أو بين قوسين إحنا نقول تستجدي من أهلها، تقول لك لا أنا أصرف على نفسي وأني أشتغل ما عندي مشكلة، شغل مو عيب. يعني حتى هو تعرفين انتي النبي عليه الصلاة والسلام عليه يقول انه المرأة والرجل يعني يعملون لازم يعملون ما بها شيء، بس يكون عمل شريف، انه يعني انا ما اتخذ غير مسلك وغير طريق ويأذيني ويأذي سمعتي ويأذي اهلي، ما بها شيء، الشغل مو عيب. بس ماكو داعي واني اشتغل وهاي تنتظري تجيش قسمة زينة وتتزوجين، فهذا كل العشب انه اني اتزوج. أنا صراحة ما قبلت بهذا، بهاي حالتي بهذا وضعي، ردت أي شيء إنه أطلع من الجو اللي أنا عايشة بيه وكئيبة وقاعدة بين أربع حيطان، ويجي أخوي شو اسمه دائما يتعارك وياي وهاي بيناتنا هاي المشاكل. يعني أنا أتكلم عن نفسي وأتكلم على أمهات كلش هواية، أنا ما أقبل ابني تطلع بكيفة وطب. إحنا مجتمع، ترى مجتمعنا الشرقي، وثانيا صار التحرر عادي قد هواية ناس. أنا ليش أخلي بنتي يعني أجبها تطلع أطلعها؟ لا ماكو هيك مبدأ. وليش أقارنها بالولد؟ مع العلم أنا دا أقول لك الولد والبنية هسا عندي ترى نفس الشيء سواسية، الولد والبنية هسا تخافين على الولد نفس ما تخافين على البنية، مو مثل قبل أنه البنية قعدتها وخلص. أنا يعني مو أنه أقول لك أنه ما تطلع، لكن تطلع بحدود وبعلمي أنا، ما خليها تطلع وحيدها. افهم السبب انه الصاحب ساحب زين، اني من اخليها تطلع ويا صديقتها، اني ضد هذا الموضوع طبعا مع الصديقات انه تروح بيا الصديقه مستحيل. ليش؟ لان هذا غلط. اني مو دا اخنقها، انا دا احافظ عليها، اني ملي بلاها الناس شلون تريد تفكر. خلي تفكر، انا مو محافظ على بنتي وحافظ على ابني. انا اقعد الناس تقول لي انت خانقه بنتش، لا ماكو شيء مبدا. احنا ناس احنا عوائل كلها ترى تثقفت، عندنا نطلع ونطوب بالمطاعم نفتر باي مكان، مو معناها انه انا احب بنتي اخليها كل يوم طالعه بمكان وانطيها الحريه، لا ماكو هيك مبدا. فعندي تليفون وقلت لها جيبي لي تليفون ثاني، فجابت لي تليفون ما يعني جابت لي خوش نوعيه. ظليت اسوي هاي المواقع، ظليت اسوي عندي شو اسمه حساب على الفيس على الانستغرام، ظليت اتعرف على ولد، ظليت احكي ويا بنات، ادخل جروبات، كل وقتي بالجروبات. فاكو شغل صار على الانترنت انه اصير شلون المندوبه وهيك شيء، قلت عادي اشتغل في 24 ساعه تليفوني يعني اتصال ومدري شنو. فقلت لامي، قالت اي هو الشغل هذا، المهم اطلع من البيت. اخويا ما يتدخل بي اصلا يستهزئ ويضحك علي يقول شوف هاي، فيدزولي اللي أنا أشتغل وهاي يدزولي الماتي الراتب برصيد. أنا مو ضد العمل، مو ضد عمل، لكن العمل المحترم هو كله عمل محترم. لكن أنا هسه أنت من تقولي لي على هاي البنية ووقعت بخطأ، هذا الخطأ اللي أم تتحمل مسؤوليته. شو منها ما تخليها تطب وتطلع، ومنها تخليها تشتغل مندوبة. زين أوكي، أنا ردت بنتي تشتغل صح؟ زين انا ما اعرف هذا العمل شنو، ما ادرس سلبياته وايجابياته. هاي بنيه مو ولد، ترى ان يعني انا ضد اقول ولد وبنيه، بس مو اكو منطق. يعني الولد يعني حتى لو اخطا لكن المجتمع ده يتقبله، لكن كأم وكأسره ما يتقبلون ابنهم يخطا، بس كمجتمع ده يتقبلوه، بس البنيه من يتقبلها من تخطا وهيش خطا؟ لا غلط. أنا ضد هذا الموضوع إنه بنيت والله تطب وتطلع والله تشتغل والأم ما تدري بيها. طبعا وإذا غلطت
لا أنا ما أعيل البنية نهائيا، هي بنية طفلة ورادت تطلع، وأي بنية وأي ولد مدهم شيء يدخل بدماغهم وشو يشوفوا بعينهم يريدون يسوونه. أنت ما لهم عمر محدد، ما لهم عمر محدد. إحنا هسه متزوجين وعندنا أولاد، وهذه أمهاتنا تسأل علينا ليش أنت سويتي هذا الشيء وبهذا العمر، صح لو غلط إحنا كبار. فهذه الأم، هذه الأم، هذه مو أم أبد. لا تقولي لي أم حريصة وتخاف على أولادها، ما دام دخلتها بهذا المجال، مو بس هذا المجال، أخواي مجالات. وحتى لو أكو لو موظفة بدائرة، دائما أنا أسأل على بنتي شنو الأب، شنو الأب من هذا الموضوع. أنا مو لأن ما عندي ثقة بيها، بس حرصي عليها وخوفي عليها. لازم دائما البنية أو الولد لازم يحسون أكو من يراقبهم ويحافظ عليهم ويخاف عليهم. ما معقول أنا بنية أخليها بكيف الطب وتطلع، أولا أخليها بعمل مندوب، شنو هذا المندوب غير أعرفه، شنو العمل المندوب، بي ولد لو ما بي ولد، بي لو ما بي بي، المفروض هي تعرف. فكيف ابنية هستوها كانت مخنوقة مثل ما حضرتش تفضلتي، كانت مخنوقة ببيت، لقت متنفس وأكو شاب أكيد نعجب بيها وهي نعجبت بي، فأكيد أشكال صير علاقة تقوى بيناتهم. كل واحد والبيئة اللي عايش فيها والتربية. بس يعني أبسط شيء إن أنت المرأة اللي تطلع وتطب وتروح وتيجي، يعني لها حرية كاملة، وعندك بالبيت قاعدة لا شغل ولا عمل، مجرد إنه هي على مسائل عفوا مواقع التواصل الاجتماعي وكذا، وهاي التصرفات اللي هي دا تصير هاي ما لها علاقة المندوبة أو غير مندوبة أو غيرها، هواية أعمالها دا تطلع برا. بالعكس هاي الفرص مالتها أكثر متاحة إلها إنه تقدر كل شيء تسوي، بس هي كل واحد يبقى خافة من رب العالمين وضميره. فهاي عادتي أني يعني دائما اتصال، دائما اتصال، بس بنفس الوقت أنا الاتصال مو بس للشغلي. تعرفت على هواي شباب، وأكثر شخص يعني واحد من يمهم تعلقت بي كان يعني هو أكبر من يمي، بس شخصيته حلوة ويسمعني ويتفهمني من أشكيله، من أخويا وأشكيله أمه بتقبل أطلع لما أدري شنو. فأنا كلش حبيته وتعلقت به، وبدت علاقتنا تتطور. طلب مني إنه يشوفني وأطلع، ما قدرت أنا أطلع، بس هو قدر يجي لمنطقتنا، ويعني بالمنطقة أقدر أروح أنا أشتري محل شيء، فشافني هناك ونعجب بيه كلش، فعلاقتنا كلش قوية صارت. فهو شو اسمه اللي قالي شغل، اللي قالي بكوزمتيك، قال له هذا ثقة وأنا أعرفه وهيك شيء، وقل لي الأمك ويعني قل لي لها صديقتي، وأنا راح أدز وحدة هي بتشتغل بالكوزمتيك أدزها للبيت، إنه هاي تعرفتي عليها وهي تقلع أمك. أول شيء أنا حكيت ويا أمها ما قبلت، بعدين جت البنية، والمهم أمها اقتنعت، فظليت أروح لهذا الكوزمتيك. هو قريب يعني على منطقتنا، يعني مسافة بس أقدر يعني شلون ما يأثر عليهم. إحنا مع الأسف فاهمين الحرية غلط، كلش غلط. يعني انت بتخافين على بنتك، من انت حريصه عليها، حريصه عليها من الهواء اللي يفوت من يمها، حسوا هذول معقده ويقولوا لها البنيه، يقومون يقرون براسها وما من الغيره، انت امك كذا، انت ابوك كذا، وانت ابوك ما يخش. فهاي البنيه راسا تستوعب، سبحان الله، الاشياء السلبيه راسا ياخذوها. فهاي البنيه لقت انه اكو من يريحها، ينتشلها من هذا، قامت تحس هذا البيت أبئ عليها، ثقل عليها، أخوها مخوش وياها، لو يقولها جيبي لي كلاس ما يعني هو مخو، يعني مخوش هو الزين، يضغط عليها لا تلبسين هاي لا، فقامت تحس هذا الإحساس لأن طلعت بعالم غير العالم هم عايشين به، وهذا عالم خطأ طبعاً. وهذا قلت لش سبق وقلت لش إنه صوش الأم، يعني بنية تطلع من الصبح الليل ترجع، يعني خير. مو لهالدرجة، وهذه ترى مو بس صورة عامة، فاهمين الحرية، البنية تطلع عادي ويا صديقاتها، بس ما تعرف هي هاي صديقاتها وين. يعني أنت طلع البنية خل تفتر بأي مكان، عادي ما عندي مانع، بس تدخل بيت صديق لا، بيت صديقة ليش؟ لأن أنا ما أدري هذا البيت اتطبت له مهما كان، أخوها شنو؟ أبوها شنو؟ لا تقولي لي إنه الأب، لا حتى الأب ما أعرف هاي العائلة شنو هم، أنت شوفيهم كعائلة وناس محترمة وزينة،
بس بالداخل ما ادري انا يعني بنتي من تحت تدخل هذا البيت بيت صديقتها ما اعرف شو شكو بيها، فمن اخليها تطب دائما بيت صديقتها تطلع بكيفها هي وصديقاتها بحجه الحريه، واحنا قابل شو نسوي؟ احنا ما نسوي غلط. فهذا التفكير وكل هاي الاخطاء، كل هاي الاخطاء سببها الام. وانا دائما اقول الام بناء المجتمع وخراب المجتمع، يعني بناء البيت وخراب البيت. تقولي لي الاب شنو دوره؟ الاب قلت لك دوره اساسي. من تجي الام تخوف اولادها بابوهم، مسويت له مركزيه بالبيت. تمام؟ الاب دائما برا، بس انت كأم انا اعرف بنتي ليش قعدت هاي القعده، اعرف ابني ليش قاعد هاي القعده، اعرف بنتي ليش لزمت التليفون والمن دا تخابره والمن دا تراسل. يعني هذه خوفي وحرصي عليها. بس الام الفاشله اللي تخلي بنتها وما تدري بيها وين طلعت وعادي عندها كل شيء صار عادي عندهم. هاي هسه تشوفين بالمطاعم بنات ببحيدي، هذه هي مو عيب ولا غلط، انا مو ضد هذا الموضوع، بس ضد انه الام ما تعرف انه هاي البنات اللي وياها بنات محترمات، بنات عوائل، لو لا مجرد لو هن صديقاتها بالمدرسه، لو هن صديقاتها بالكليه، بس كمعرفه بهن لا، لان من بنيه مؤدبه وتطلع ويا بنات غير محترمات. اريد اقولها هيجي سواء كان بالمدرسه او بالكليات، من يطلع من مطعم حتنحسب حالها حال باقيات القعدات، حصير قعدتهن ضحكتهن وسوالفهن اكيد بصوت مرتفع، فالنظر حتكون عليهن، فهن رايحات على مود هذا الامر. هاي بسبب غياب يعني الرقابه من الاهل. انت حتى لو بنتك كبرت وصارت بعمر الثلاثين وبعدها ما متزوجه، لازم انت تراقبيها، لازم تكونين وياها. اذا كان الاب موجود فانت امها، انت ما تصير تعوفيها. ليش؟ يعني هاي من راح تعوفيها؟ راح تظل يعني تبقى فريسة سهلة لكل من هب ودب. فلازم انت تنصحيها دائما، لا تاخذين الجانب يعني تكونين يعني مسيطرة عليها، لانه من خاصة سر المراهقة من تجين توبخيها باكثر من مرة، لا انت تحكيها بثقة، من تحكينها بثقة تكسبيها، ماما حبيبتي هذا التصرف مو صحيح اللي تسويه، مو صح، اسحب تليفون من عندها، اراقبها. لازم هاي الشغلات كلش ضروريه. يعني اوكي انت طيتيها تليفون، طيتيها ثقه، بس انت ما تعرفين مرات ايش راح تسوي. ف 24 ساعه عن التليفون، شغلي ذاك عفته، بس اهلي عبالهم بعدني انا اشتغل مندوبه، فالاتصال دائما دائما السماعة باذني. وبالكوزمتك هو جوا الحجاب، انا احكي ويا هذا الولد، يعني ما عايف 24 ساعه نحكي، وعلاقتنا كلش تطورت. فهو قال لي أنا بعد ما أتحمل وأريد أشوفك، أريد نروح مكان بحدنا، أريد يعني مشاعرنا تعرفين واحد يعبر عليها. فأنا عندي يوم بالأسبوع إجازة من الكوزمتك، أنا ما أخذه هذا اليوم، أنا أطلع وياه، أطلع وياه وين أروح؟ يعني أروح كوفي، أروح هواي أشياء. فهو حرفني يعني على هواي اشياء انا كنت ما اعرفها، علمني انه ادخن، علمني هواي اشياء ما كنت اعرفها، وظليت اروح وياه بمكان بحدنا، وصارت بيناتنا يعني علاقه، ويعني مثل بقيه هواي بنات مثلي الصراحه، مو بس اني، حتى الوياي باللي نحكي من بنات يشتغلن عاملات نفس الشيء. بس هو انا باقيه يعني محافظه انه انا بنيه، بس يعني هو مشاعرنا لازم واحد يعبر، وأني أحب يعني أثق به، وأكيد ما راح يسوي لي شيء يضرني. بقيت وياه هذا تقريبا سنتين، إنه هذا إحنا شبه متزوجين 24 ساعة إحنا وسوية. فد مرة يعني وأنا نايمة تليفوني يعني ما خلي له لا رمز ولا شيء، لأنه ما حملهم علاقة بي لا أخوي ولا أمي، فأمي ما أعرف شنو محتاجة، رقم ما أعرف شنو. ففاتحة التليفون متفاجئة من طبعا الاتصالات، وكان انت تعبانه اتصالات، وشافت المحادثات، شافت الصور، تخبلت يعني قعدتني تعيط وتصيح. وهذه يعني ما ردت يوصل لاخوي لان ممكن يقتلني اذا يعرف. قلت لي ماكو بعد، هذا تعوفيه واني ازوجك. احنا نتكلم بواقع وبعقل. ماكو واحد يصادق بنيه وسنتين وعلاقه كامله وياخذها شريكة حياته وام اولاده. هاي نقطة راس السطر. مو لو مو يموت على تراب رجليه، مستحيل مستحيل.
ماكو شيء. هاي هم باعتقاده هو وباعتقاده هي انه هذا حب. الحب ما يجي هيك. بس هي ما فكرت صح، راسا سلمت نفسها. شو اعرف من هذا؟ تدرين شنو تفكيره؟ احنا قلت لك نتكلم واقع. سلمت نفسها لي مثل اكيد سلمتها لغيري، واللي انطت هواي امور تعطيها لغيري. فمن يجي يتزوج يريد انسانه محترمه، بنظره هاي انسانه غير محترمه. فلا تتوقعين، اكو تصير علاقات حب محترمه فاكيد حياخذها ويتزوجها، ماكو مشكله. زين احنا هسه هاي نعبرها، الام اكتشفت البنيه، شنو سوت لها؟ شنو سوت لها؟ عالجت الخطا بالخطا. كل انسان يخطا، كل انسان يخطا بحياتنا هاي كلها. هي لو عايفه ومعالجة الخطأ ومفهمة البنية، اتركي هذا الولد وإن شاء الله تلقين واحد أحسن، وإن شاء الله تحبين واحد أحسن. أكو عدة طرق للأم تقنع ابنتها. لا تقولي لي ما تقدر، لا تقولي لي، لكن ما أنه هي غلطت هذا الغلط أروح أعالجها بغلط أكبر وحترجع لك وهي رجعت لها. ليش؟ لأن بعد الشر بالظهر داخلها هذا الموضوع، قامت تستسهله، قامت تحس اللي البرة هو هذا الصح، وهو اللي شبحها بالحب والحنان. ولا انت تزوجتي خلاص، تزوجتي اكو هواي تزوجهم بدون حب، بس احترموا الرجال واحترموا والرجل نفس الشيء عنده علاقاته هواي، بس من يجي الزوج احترم هاي المرأة. شفتي انه مثل ما تفضلت انه مدى يحسسها بالحب، مدى يحسسها، اكيد ليش طبيعي هذا الامر، لان هو ما عنده علاقة بيها. انت رحتي سويتي سنتين علاقه، يلا قمت واحد يحب الاخ وبالتالي عافش، فهذا زوجك. بالعكس مثل ما خليتي هذا الولد يحبك، خلي هذا زوجك يحبك، خلي انه ما يشوف غيرك. شكو بهذا ضحيتي بنفسك، دستي على نفسك وخليتيه يحبك انت وبس. هواي اكو امور تقدر تخلي الرجال يحبها وما يشوف غيرها. شافت جفاف انا اعالجه. ليش برا تقدرين تعالجين؟ ليش برا تقدرين تقدمين شو تريدين تقدمين في سبيل ترضين المقابل وانت رحتي له؟ فهاي البنيه تعلمت على الخطا. مو قلت لك تعلمت على الخطا، ما دي يرضيها الشيء الحلال والله راضي عليه. ليش يعني ليش ما صبرت؟ ليش ما صبرت خلتها يحبها؟ لا تقولي لي ترى الرجال مثل الطفل. مثل الطفل علمت تربينا وتعودينا، بس ما لقت وراها أم تعلمها وتنصحها. ببيتها هي فشلت، فشلت بتربية بنتها، إنه زوجتها إنه ده تخلص من عدها. خلاص مو غايتها تزوجها، تخلص من عدها. انتبه هاي النقطة مهمة، تخلص من عدها. فمن تزوجت مستحيل ما سألت ولا قلت لها ها شو مسوين ماما، اريدش انت تخليني. اكيد شكت لها، اكيد بنتها شكت لها، قالت لها ترى زوجي ما عنده رومانسيه، ما عنده حب، ما عنده حنان، ما عنده كل شيء، ما دا يوفر لي. المفروض دور الام وين؟ يعني لا هي بنيه اخذت دورها البنتها، ولا من زوجت بنتها اخذت دورها. خلاص شوفي ترجعين على النقطه الاساسيه هي الام. فشل العائله. فمو خطا البنيه. أنا مو إنه أقول البنية كلها صح، لا لا، بس خطأ الأساسي من الأم. هسا أمهاتنا إذا صارت مشكلة دائما صح خطأ تصير ويا الرجال. ليش؟ هي مو تحب مثلا زوجي أو هذه أكثر من عندي، مستحيل ماكو شيء، بس ما تريد تفلش هاي الأسرة، ما تريد. وتدري إنه الخطأ مثلا من زوجي أو لا، زوجي. زين انت ليش هالفشل هذا؟ انا صار شيء انت يعني قلت لها لا ما تعرضني، انا نفس ما انا ابني بعدني وماكو اي شيء. قلت لي هذا خليه يمسحن وهاي لا اهدده لا اوديه للشرطه، يعني هوايه هيك سويت. انا اثق بي ادري ما راح ينشر لا صوري ولا يسوي اي شيء، بس انا قلت له يابا هيك راح يصير، لان هي امي سمحت لي انه احكي وياه. هذا حكي النهائي انه حتى لا ما يفضحني. من حكيت وياه قال لي اي شوفي طريقتش. قلت له زين انا صار لي سنتين انا يعني احنا شبه متزوجين. قال لي اي انا ما اقدر اتزوجك. ليش ما تقدر تتزوجني؟ مو انا متزوج ومتزوج بنت عمه. هواي تجينا هيك حالات تقول انه هو وعدني انه يزوجني
لكن هو انهزه ما عرفني. زين انت تعالي هسه ايش كم واحد مواعد وحده بالزواج؟ والله اهلي جبراني ازوج بنت خالتي بنت عمتي. القضاء اكيد فاتح ابوابه بس مو معناته انه راح يشكل كل على هيك موضوع. يعني قبل فتره وحده قالت انا مصادقه واحد علاقتي حلوه به، علاقتي طيبه به، وكان ياخذني وياه ونروح ونطلع يعني سفرات وكذا. من احد القضاء سالها قالها انت هسه انت جايه مشتكي عليه؟ قالت لي استاذ هو عارفني راح اتزوج غيري. قال لها زين هسه انا ايش اقدر اسوي؟ تقول له شكيني، انا عندي محادثات بيني وبينه وكان ياخذني وياه ونطلع. قال لها اهلك وين؟ قالت لها انا اهلي كنت اقشمرهم اقول لهم انا رايحه ويا جروبات بالكليه طالعين سفرات. قال لها انا بيجي حالي ايش اسوي؟ يعني تجي تقولي لي ان انا رايحه بارادتي، ارادتها كامله، هي ما حد جبرها لا حد غصبها، حتى احنا نقول مثلا هي مغصوبه راحت، لا هي راحت بكامل ارادتها وهالعقليه وهي طالبه مرحله رابعه، يعني انسانه واعيه، انسانه مدركه للي بدها تسوي. والجرأة انه هي تقشمر على اهلها وترفع قضية ايضا، وجايبة محادثاتها وكذا وهي مسيطرة يعني، يعني فوق العملة ملتها السوداء. ايضا هي تقول لك اني جاي اشتكي عليه. زين اوكي هنا القضاء يقول لك اني ما اقدر ارد، خليها تشتكي ونشوف الادلة في حال اذا اكو شيء اخر بعد هو القانون ياخذ مجرى. انا ما صدقت قلت هذا فيلم وريد يشرد من يمي، لان انا حصرته بعد بزاويه لازم تجي تخطب وهيك شيء، ما صدقته. بس هو صدق طلع متزوج يعني، بعدين هذا اكتشفته. قلت لامي خلاص هني ولي انا بعد هذا اللي يجي وهيجي. وطبعا انا ما تحكي وياي هيك، هي تضربني، تحكي وياي وتضربني وهاي. نفس حالتي، لا شغل لا تليفون، انا حافظه ارقامه طبعا اذا اريد مرات اروح من ايباد اخوي هيك افتح الانستغرام مات اشوفه شنو منزل شنو مسوي، حياته طبيعيه كل شيء ماكو. هل ما جتي قسمه يعني عن طريق هم الخالات وهذه، واحد اكبر مني وشويه يعني احسه جامد. انا متعوده على يعني شلون انا طالع عبارك من قصه الزواج مو قصه علاقه، فاعرف كل شيء شلون زين اني هذا اتعامل وياه. قلت خلي بالبدايه سوي نفسك وش ما اعرف، حتى هو يشوف، لان تعرفين اي رجال هو اللي يعني علم زوجته شنو يريد شنو هاي. فصارت فتره الخطوبه، فتره الخطوبه ماكو اي شيء، الولد جامد والنوع اللي هو كلش خلوق وحكي قوه، يحكي ويحكي وياي يحكي، مو يعني زوجته بعد ان صرت حلاله. وانا ما اقدر ابادر بشيء، اذا ابادر بشيء راح يقول هاي تعرف وهاي فاتحه عينها من هذا الحكي، لانه عوائل واريد امشي الموضوع. وقلت خلاص اشوف حياتي واتزوج. اتزوجنا، انا عايشه حياه يعني ذاك الاحبه تختلف عن هذه الحياه. هذا كلش كلش جامد يعني، ماكو اي شيء يعني، ياخذ اموره الشرعيه وبس، ما عنده شيء ثاني او علاقه حب تصير بيناتنا. فانا مختنقه يعني، ما اقدر اقول له هيجي سوي لي هيجي او اني اريد هيجي او طلعني او هاي، من حتى بدنا اقول له طلعني وانا اروح الاقارب اللي ودي اهلي، كل شخصيته بتختلف عن اللي احبه. فما تحملت، هو قال لي انه ليش ما عندك تليفون هاي؟ فما قلت له انه هيك صار، قلت له لا امي ما تمنعني وما تقبل. فهو عبالي انه اني هاي البزونه المغامضه كل شيء ما تعرف بالدنيا. جاب لي تليفون، من جاب لي تليفون انا ما تحملت، فخابرت على ذاك الولد وحكيت وياه ورجعت علاقتي به، وأثبت لي أنه صدق متزوج وعنده أطفال ونزلوا صور وحتى ظل يفتح لي كاميرا. أنا قاعدة ويا عيالي، فبالوقت اللي أنا فارغة أو مخلصة شغلي وهاي أصعد أقفل الغرفة علي وأحكي وياه عادي. فرجعت علاقتنا نفس الشيء، بس أنه ما نطلع عادي يفتح كاميرا وياه وكل شيء، لأن أحس أنه هذا يعني يعرف أنه أنا شريد مو مثل زوجي. هو الولد والابنين نفس الشيء، هي ما تسوي علاقات وهي متزوجة، والولد هم متزوجة تسوي علاقات، لا هي وياه ما سوت علاقة، صارت سولة من وراء الانترنت من لا أبالي. يعني جتني حالة قبل فترة، يعني رجل يشكي لي شغلة، يعني أنا صفنت عليه جديد تتكلم أنت
والله أني زوجتي أنام هي فاتحة الموبايل وأقعد الفجر هي كامشة الموبايل على لعبة البوبجي وغيرها. صفنت عليه قال لي والله أقعد الفجر هي قاعدة. باوعت له قلت له وإذا خطأت زوجتك تجي تحاتبها ليش خطأتي؟ قال لي شنو ستحل جدة تقولي؟ قلت له والله قلت له ما إلك حق تعتب عليها إذا غلطت. قلت له أنت تعرف شنو هذا البرنامج مال بوبجي؟ قلت له ترى كلها علاقات. قلت له إذا مرة سلمت مرت الثانية سلمت الثالثة ما تسلم من عندها. قلت له يصير دخول على الخاص وشلون وش أخبار السلام بيناتهم وراها تتطور هاي العلاقة. قلت له ما سامع بتاريخ حياتي رجل مرتب صفة نايمة وهو نايم ومرتب لازم الموبايل وتلعب بيه للفجر. قلت له من يعقلها؟ قلت له من تخطأ تيجي تقول لي خطأتي؟ فهذا خطأ منه؟ خطأ الرجال. هذه الأخطاء اللي تتكلمين عليها عبر الإنترنت هذا خطأ الرجل مو المرأة. أنا ما أقول إيش المرأة معصومة لا لا ما هو انطحى مجال. والله ها شنو قال لي؟ قال لي مو هي صغيرة وتدلل علي. قلت له خلاص صغيرة وتدلل عليك بالعافية عليك إذا غلطت فلا تجي تحاسب لا أهلها ولا في اليوم تشكي تقول إنه مرتي غلطت. إذا أنت بنظرك صغيرة شنو صغيرة؟ قلت له أنا بنظري أي ولد ولا بنية تلزم الموبايل وتقوم تعرف شنو هاي طفلة بالابتدائية هم دي يسوون علاقات من وراء هذا الموبايل. قلت له عادي أنطي موبايل زوجتك من حقها تريد موبايل بس بحدود. قلت له مو أنت مرة للصبح كامش الموبايل شو تسوي؟ قلت له تراسل أهلها مثلا لو ألمن. فهاي الأخطاء هو هذا من زوجها يعني إحنا ما نعيلها كلها من عندها ولا شون سوت العلاقات غير عن طريق الإنترنت غير عن طريق التواصل وكشفها وبعدين هذا التصرف السليم لأنه إذا يعني ضربها أو بسطها أو يعني أو قتلها يعني غسل عار راح يقول لك أنت شنو الدليل مالتك؟ راح يدخل نفسه في معمعة راح يدخل سجن ويتبهذل وغيرها وغيرها. ونفس الوقت هو قتل نفس حتى لو أباح الإسلام أنه زوجتك إذا كانت هذا أباح أنه قتل. زين إحنا هنا مواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات سهلة المهمة لهيك أمور يعني أبسط شيء عندك اللي هي حسب قانون رقم العفو قانون العقوبات العراقي 401 إشهار وإعلان هاي تأخذ مجراها 6 شهور أو غرامة مالية في حال إنه الزوجة متلبسة. وأنتوا تعرفين التلبس شنو يكون حتى مو شاهد واحد أو شاهدين أو لا لازم 4 شهود في واقعة الزنا. هنا أنا راح يكون إحنا في خلل أكيد ماكو وحدة اليوم تريد تروح تخون زوجها وتأخذ شهود وياها مو صحيح؟ ما راح تكون يعني هي راح تخونه تقول تعالي يا شهود علي ما كل شيء حكي. فهي هنا لازم تكون زوجة صاينة زوجها شنو ما عنده دليل شنو ما عنده لا عنده بس صعب يواجه لا عنده لين يعرف الخطأ من عنده. وهي ها نفس الحالة ترى مو دا أقولش الولد والبنية نفس الشيء. هي البنية المن صار غير رجال والرجال المن صادق مرة واثنيناتهم متزوجين. فهذه شلون أقول لك هسه الدرجة جديد إنه المرأة تجي للبيت والرجل يريد يتخلص من عادة حتى تخليه على راحته لازم الموبايل فما يحاسبها وهي أمات ما تحاسبه حتى كل واحد يراسل بكيفه. لأن الرجال مثلا يقول جاني شنو مرتي 24 ساعة كامشة الموبايل وتلعب بيه قام تتحاجج ليش أنت مهمت 24 ساعة كامشة الموبايل. فغض النظر حتى لا تضغط عليه ويترك الموبايل يعوفها لا هو يدري وين ده تراسل ولا هي تدري وين ده تراسل. مع العلم أنا متأكدة اثنيناتهم واحد يدري بالثاني ما شنو جيب طفل يعرف هذا الأمر. من تتفكك الأسرة من وراء هذا الموضوع الرجل بصفحة والمرأة بصفحة فالمرأة تقوم تدور أنه شخص يدخل لها فتقوم تحس أنه هذا الشخص وين عوضها عن الحنان عوضها عن الحنية قام يتقرر نفس الشيء. الرجل همت من يتكلم ويا مرأة نفس الشيء حيحس انه هي هاي المرأة احسن من زوجته لان ده تعطي حنان ده تعطي كلام طيب وهي بالتالي ترى نفس المعادلة. هي حياة الزوجة اساسها احترام وثقة
اليوم أنا جايبك ببيتي وحاطك، أنت شلون تخونين الثقة؟ إذا أنت خنتي الثقة الأطفال إيش راح يطلعون؟ يعني هذا الشيء مو من العقل والمنطق. بالإضافة إلى حتى يعني حتى الزوج، مو بس الزوجة، الزوج هم لازم شوية ويا الزوجة يكون اهتمامه كذا. يعني حد ما همات يعني اكتشفني زوجي، من اكتشفني وشاف التليفون ما سوى أي شيء، بس قال لي أخذي غراضك يعني وخلي أخوك يجي ياخذك. أنا من أقول لي أخويا يجي ياخذني خفت لا أنه يعرف، لأن أخويا هو يكرهني فيريد أي حجة حتى يقتلني ويأذيني يعني. فأنا قلت لأمي، قلت لها هيك صار أنه صارت مشكلة بيناتنا، ما قلت لها بشنو بالضبط. فجت هي وهي أمي لسان وهيك، فهي تعاركت وياهم، هذا ابنكم يفتي ما أدري شنو زعلها، فأخذنا غراضنا ورجعت للبيت. من رجعت للبيت قلت لها أنا راح أرجع شغلي لأنه هذا ما يجوز لمصرف وهذا، بس لحد الآن ثقل لأنها قلت لها ماكو أي شيء. ورجعت الشغلية، رجعت نفس الشيء ورجعت أشوف هذا الولد، وأنا بعدني على ذمة ذاك، أحس إنه أنا يعني شلون متعلقة ما أقدر أعوف هذا الشيء. بس أنا قلت له من ما تصير علاقة بيناتنا لحد ما أنا أنفصل، وهو قبل بدت أي شيء بس إنه يبقى هو بحياتي، صرت مثل مريضة بي. أقضي وقت فراغي ويا هذا الرجل، زين أوكي أنت تقضين وقت فراغ، زين أولا راح يصير اختلاط بالأنساب، ما تعرفين أنت هذا شنو، يحمل أمراض، يجوز كان سابقا على علاقات مع بنات أخريات، يعني ما تعرفين أنت شنو. أولا راح تنقلين المرض لزوجك، هذا شيء محرم، تعرفين أنت الزانية، يقال أحد الروايات أنه رب العالمين يطردها من رحمته وملعونة، كما أنه هي ترجم حتى الموت الزانية. إذا أنت هنا خنتي رب العالمين، خنتي ضميرك قبل تخونين نفسك، فلازم يعني أتمنى من خواتنا إنه يلتزمون بهذا الموضوع، إنه زوجك أوكي مقصر وياش ما يخالف، إنه أجي أسولف وياه، يابا أكو نقاش، ليش اسمها حياة زوجية غير هي مشاركة، وكذلك هو العقد اللي بينهم ما يبيح لك التدخل، يعني ماكو داعي. أنا متزوجة، أحترم حالي، أحترم الرابطة الزوجية، أحترم أهلي، لأن أنتي سمعتك مو بس تخصك، لا راح تخص أهلك، راح يقولون شلون تربي أهلها ربوها، هذا الشيء مو صحيح. لا مجتمع شرقي بحت، لازم المرأة تلتزم، لازم أيضا الرجل يلتزم. بالطلاق كل الشيء هذا يعني تعبنا، قلنا إنه أنا ما أريد أرجع له، فهو حاول قال لي أنا ممكن أنسى الماضي وما أدري شنو سويتي، قلت له ماكو، أنا ما أريدك، أنا أحب ذاك الولد. هيك هو بيحس إنه أنا أحب غير ولد، وهو عادي عنده إنه أوكي ترجعين وما أدري شنو، هو ضار ما يريد هاي تكاليف الطلاق وما نزم علي شيء. التليفون شافه، بس أنا تليفوني عندي، وشنو اللي يثبت إنه أنا خنته؟ مجرد كلام، ماكو شيء يثبت. فأنا طلقت وأخذت حسب الأصول كل الحقوق مالتي، أخذت المؤخر كامل، أخذت الغرفة مالتي، خليت محامية شاطرة. طبعاً هاي المحامية ما تدري شنو السبب، قلت لها بس إنه أنا ما حبيته وما صار بيناتنا يعني حب وهاي، وأنا ما أردته، هو ما حكي يعني أخلاق هو، فما حكى إنه السبب شنو ولا للمحكمة، وانطى كل حقوقي. إذا اكتشفت الخيانة الزوجية من قبل الرجل زوجته إنه خانته، تسقط كل حقوقها بعد الإثبات طبعاً. في حال تسقط حقوقها بشنو؟ الأطفال، تسقط حقوقها كغايب وحاضر وإلى آخره. موضوع الزوج إذا خان زوجته فقط يكتفون بالتفريق للضرر. فهنا المرأة شددوا عليها ليش بالأحكام؟ لأنه هي تندفع بعاطفتها، الرجل ينعطف يندفع بغريزة، مجرد أنها خلاص أكو بعض الأشخاص يحبون زوجاتهم بس تدفع الغريزة أنه يسوي هذا الفعل. بس المرأة إذا خانت راح تخون بعاطفتها، ومن تخون بعاطفتها راح تظل تفكر بشخص الآخر. مثل هاي الحالة اللي حضرتك عرضتيها إليا، أنه هي خانتها بعاطفتها، يعني مو فقط جسد، لا هي ظلت تفكر به، بحيث هو أول من طاه التليفون رأسا راحت راسلت هذا الشخص اللي هو متزوج وعنده أطفال، وهو قال لها أنا متزوج. فهي ما اهتمت لهذا الموضوع، هي اهتمت فقط للجانب اللي يخصها، جانب العاطفة، ونسيت كل شيء، وهذا الشيء مو صحيح.
هاي شوية أخذت لها فترة تقريبا يعني 6 شهور هيجي شيء. هاي الفترة أنا همتين أشتغل ولا ما طلقت، رجعت علاقتي بهذا الولد وتزوجنا، بس بيناتنا عقد يعني ما حد يدري، وبعدني أنا هسا على دمته، بس حياتنا يعني إحنا يوم بالأسبوع نلتقي، وأنا صراحة هيك مرتاح. يمكن أكو بنات يقولن ما يصير لازم أنتي تستقرين وبيت شيء، أنا هيك المهم هذا الشخص إنه ما عافني وأني أحبه وما أحس صح، أنا صح مريضة بي يعني أريده ما يعوفني، لأنه هو يهددني بهذا الشيء لأنه زوجته ما تقبل وما أدري شنو، فأني قابلة ظروفه، بس إنه أبقى وياه وأبقى على دمته، أهلي ما يدرون أنا بشغلي وأنا على دمة هذا الولد، وقلت لهم الزواج أنا بعد ما أتزوج، واللي سكتهم هماتين لأن المؤخر ماتي والغراض ماتي، من جبتهم وبعت وسويت وعدلت بالبيت وسويت المكان وحدي أنا، فهذا الشيء فاتهم، وأخوي همين راح يتزوج وساعدته أنا وطيته من الفلوس، فسكتوا بالفلوس سكتوا وما يطالبوني بأي شيء، وأنا حياتي هسه أشوفها هيك مرتاحة وما أريد زواج. هذا الموضوع السري، هاي الأم تدري، تقولي ما تدري، هاي بسبب تفكك الأسري، بسبب تعادل الأم عن أولادها، فهذه هي لو قاعدة صافنة ليش يخليني بالسر؟ ليش ما يخليني واجهة قدام الناس وهواية من الزوجين 2 و3 و4، وإذا يحبني يموت علي ليش ما يخليني زوجة ثانية وقدام لا إله إلا الله؟ ليش أنا مستعر من أدها؟ خليها ببالك، مستعر من أدها، افهم هاي الكلمة، مستعر من أدها، وحبه مجرد نزوة لا أكثر، يبتعد، لأن هاي الشغلات الحرام دائما الشيطان يدخل بيناتهم فيحسوه هي هذا الصحيح، بس هي ما عندها عقل، خلص اتجهت هذا على هذا الأمر، بعد ما تقدر تغير حياتها نهائيا، نظامها ما تقدر تغيره، إذا ما هو فغيره نفس الشيء. ليش؟ من وراء التفكك الأسري اللي التربية الخاطئة. كليتنا شوفي، كليتنا نربي أولادنا، بس مو معناها إحنا ملائكة من السماء نازلين وما نخطأ، كليتنا نخطأ، كأم تخطأ، كأب يخطأ، كأولاد يخطئون، لكن أكو أخطاء نقدر نعالجها، وحتى إذا ما قدرنا نعالجها لكن نحد من عندها شوية، لكن مو هاي الأخطاء اللي تفلش بيت كامل. فإذا الأم ما دايرة بال هذا الأمر، ولا بنتها تروح تتزوج بالسر، ليش؟ ليش تهجم بيتها وتفلش بيت بالحلال حتى تروح تتزوج بالسر بالختلة، مع العلم ذاك زوجها قدام الناس كلها هي زوجته؟ ليش؟ ليش مسألتها أنت تحبني وهاي زوجتك قدام الناس وتطلع وتطبيها وما يهتم بيها وهي وبس أم فلان، ليش أنا لا؟ فهي ما دايرة بال ولا حتى هذا الموضوع ببالها، فمرتاحهم كيف؟ فهذه حالات قليلة باي. تصير مشاكل إنه البنية تدور حب، تدور علاقات، وتصير أخطاء، وأكو أخطاء تتعالج، أكو أم تعالج هذا الأمر، وأكو أخي عالج، خليها ببالج، بس هي حبت هذا الموضوع، حبت هذا، لا مو التحرر، هو مو هذا، هذا مو تحرر، لا تقولي لي هذا تحرر، هذا قلة أدب، فهي حبت هذا الطريق. شافته سهل بالنسبة لها، شافته أن يوفر لها كل شيء، هذا الطريق يوفر لها كل اللي ببالها، خلاص من فلوس، من ملابس، من طبة، من طلعة، من مدرش، فحست أنه هي هاي الحياة كافية، بس اللي وصل هذا النتيجة هي أمها. والزواج هذا بالسر، المهم أنا مرتاحة، ما أريد واحد يضيق علي أو يفرض علي شيء، ولا طبين ولا طلعين وهذا الحكي، عايشة حياتي براحتي والشيء رغباتي الشخص موجود يعني، بس وهاي هذا كله أحس إنه هذا الشيء مو صحيح. صح أنا مرتاحة، بس من أريد أفكر بها بجدية أقول أنا مو صحيح، أكو شيء خلل، وأنا أحتاج أتعالج وأحتاج أروح الطبيبة نفسية حتى أتخلص من هذا الحب، بس ما أتجرأ أروح لأن أخاف لأفقد هذا الولد.